سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. كنا متفقين أن أمية الأطفال هي مشكلة مزمنة تترتب عليها أثار كارثية بالمستقبل، وبعد التقارير اللي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بعنوان لا مكان للأطفال، واللي بيّن عدم إمكانية حصول 2.8 مليون طفل سوري على تعليمهم داخل سوريا، صار من الضروري أنه تجتمع الجهود وتتعاون للحد من ازدياد الأمية بين السوريين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، خاصة بالمناطق المحاصرة. بظل إهمال المنظمات الدولية للموضوع، بظل التحدي لأمنية الأطفال هو المهمة الصعبة للسوريين نفسهم. من هون طلعت فرق ومراكز ومجموعات من السوريين أخذت على عاتقها هي المسؤولية، انطلاقا من إحساسهم بأنهم سوريين لبعض. بجنوب العاصمة دمشق نوجد مركز من هالمراكز بيحمل اسم وتد للتنمية والتدريب. مركز وتد بيعمل دورات مكثفة لمحو أمنية الأطفال، بتشمل أطفال متسربين من المدرسة بسبب سوء الأوضاع المعيشية والأمنية، والأطفال اللي لساتهم بالمدارس بس ما تعلموا القراءة والكتابة بسبب تدني مستوى التعليم في عدد من المدارس. مركز وتد هو أول مؤسسة مجتمع مدني بجنوب دمشق بيسعى لبناء إنسان واعي مدرك من خلال انتشار الأطفال من الأمية، اللي هي نتيجة الأحداث اللي مروا فيها لسنين من حرب وحصار خلفت تبعات طالت الكبار والصغار. مشروع محومية الأطفال اللي بيشتغل عليه مركز وتد بيستهدف فئات عمرية مختلفة بتتراوح بين 8 سنين و 14 سنة، مع مراعاة الوقت اللي بيناسب الكل بما فيهم الأطفال اللي بيشتغلوا أو اللي بيداوموا بالمدارس. أما آلية التعليم فبتبدأ من تقسيم الأطفال والطلاب لعدة مراحل بحسب مستواهم، ابتداء من المبتدئين واستخدام الوسائل التعليمية المتاحة واتباع أسلوب التعليم الممتع لتحفيز الأطفال على التعلم من خلال كادر تدريس مختص بمجال التربية ورياض الأطفال. خرج مركز وتد من بداية المشروع لحد هلأ 3 دورات ضمت حوالي 300 طفل، والمشروع مكمل عسى أنه ينشل أكبر عدد ممكن من الأطفال السوريين من خطر الجهل وتحولهم لجيل ضايع. وطبعاً إذا كنتوا بالمناطق الجنوبية من دمشق بتقدروا تتعرفوا على المركز أو تدعموا بخبراتكم أو بأي شيء تاني بتقدروا عليه من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز اللي بتلاقوها بوصف الحلقة. باختصار بتقدروا تكونوا معهم ومع بعض، كونوا كلياتكم سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.